السلام عليكم. فيديو اليوم يعني طريقة تحديث وتفعيل السيرفور و اي بي تي في لجهاز فيزيون فان برو دو. اول شيء ندخل الى اليو اس بي كنترول لكي نقوم بتحديث الجهاز. نختار اس بي ميني، نختار الفلاش المناسب هو فيزيون فان برو جوج، نختار يس ثم اوكي. ننتظر حتى يمر التحديث، يعني التحديث سهل جدا، يعني بعد ان يمر التحديث سوف يشتغل الجهاز. هو الجهاز الان شغال. الان سوف ناتي الى طريقه ادخال الويفي للجهاز. نختار الاختيار انترنت، ثم نختار نتورك ستينج، ثم نختار والريليس ستينج، ثم سيرش اول ويفي الخاص بنا. يعني نقوم بادخال الكود الويفي ثم نضغط على الزر الاحمر يعني اوكي لكي نقوم بحفظ الويفي. يعني بعدما قمنا بكتابة كود الويفي نضغط على الزر اوكي هكذا ننتظر. ها هو الجهاز يعني الان كونكت. الان يعني الويفي متصل. نأتي الى طريقة تفعيل السيرفر، نقوم بالخروج على هذا الشكل. نذهب الى نيورتوك ستينج، يعني خاصية السيرفر لا توجد، يعني عندما لا توجد خاصية السيرفر هنا نقوم بالخروج من هذا التابلو، نضغط على اوديو ونضغط على اربعة اصفار، ثلاث اصفار عفوا. اول باتش يعني تم تفعيل الباتش، نقوم بالدخول مرة اخرى، نأتي الى هنا ثم نضغط اوكي. ها هو الان يعني مكان تفعيل السيرفر ستينج، نضغط اوكي. نحول واحد الى 15، ثم نقوم باختيار فانكم او فانكم 132، نضغط على الزر الاخضر لكي نقوم بالتفعيل. او الان قمنا بتفعيل السيرفر. ناتي الان طريقه تفعيل ابولو. ندخل الى نوتيورك ابليكاسيون ونختار ابولو او نضغط عليه ننتظر. يعني التفعيل سهل جدا. الآن قم بالتفعيل. يلقانا شغالة. نضغط على الزر الأحمر لكي نعرف كم فيه هاد أبولو، يعني توجد فيه سنة كاملة، يعني سوف ينتهي في 2021 شهر 6/27، اليوم 27 شهر 6. هذا كل شيء. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.